جرى اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وأخيه معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة، حيث اطمأن سموه على صحة معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح وهناه بنجاح العملية التي أجريت لمعاليه متمنيا سموه له الشفاء العاجل. وأبلغ سموه حفظه الله معالي الشيخ ناصر الصباح بنقل تحياته إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، داعين الله تعالى أن يديم على صاحب السمو الأمير يوفر الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق الطراد التقدم والازدهار. من جانبه عرب معالي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدولة الكويت الشقيقة لأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير على ما أبداه سموه من مشاعر أخوية طيبة واهتمام، داعين الله أن يديم على سموه الصحة والسعادة ولمملكة البحرين المزيد من الرفعة والتقدم.